انا هي المراه اللي سكنت شيخي في السطح وكنت كندير فيه اللي ما كيدارش، والسبب غادي يخلعكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قصه جديده ومشكله جديده وكارثه جديده. اربطوا الاحزمه وسمعوا مزيان البنات واستوعبوا قبل ما تلوموا هاد السيده على هاد الشيء اللي دارت. بغيتكم تسمعوا الحكايه ديالها وسمعوا منها عاد حكموا عليها. ما تنساونيش من جيم وكومونتير وبارطاجيو، الله يرحم لكم الوالدين. ويلا ندخلوا في القصه مباشره لمولاتها كتقول. السلام عليكم، اسم ديالي ربيعه وفي عمري 35 سنه، واليوم جيت نعاود لكم قصتي ومشكلتي والحاجه اللي درتها خايبه بزاف في حق نفسي وحق شيخي. صراحه غادي نعاود لكم كل شيء بلي ديطاي. بغيتكم قبل ما تحكموا عليا سمعوا القصه ديالي من الاول باش تعرفوا المعاناه اللي دازت عليا واللي خلاتني ندير هذا الشيء اللي ما خصوش يدار. ملي حليت عينيا في الدنيا لقيت راسي عايشه مع راجل امي. ام ديالي فاش توفى الاب ديالي الله يرحمه ويوسع عليه كانت انا عندي 3 سنين، وكانت هي الله سالت العده ديالها وهي تزوج. هي كتقول لك انا ماشي لخاطري تزوجت، جدك الله يرحمه هو اللي بز عليا هذا الزواج وكذلك خوالي، حيت دائما كنت كنلومها كنقول لها علاش ماما ما صبرتيش زعما بقيتي كتربيني ما تزوجيش زعما تنكبر انايا. كانت كتقول لها بنتي انا ماشي لخاطري. هاد ولد عمها اللي تزوج بها كان باغيها قبل ما يديها الاب ديالي، ولكن امي رفضاتو وفضلت الاب ديالي. يوعاش معاها 4 سنين ولا ما كاملاش تجاهم الخبر ديال الوفاه ديالو، قالك بلي توفى بحادث السير. الوالد ديالي كان عنده واحد الموتور كان كيمشي يخدم، كان كيمشي عليه ويجي عليه، بلاصه الخدمه ديالو كانت بعيده شويه. وقالك اسيدي داس فيه واحد الطوموبيل وهربات، ما عرفناش شكون هذا اللي ضربو وهرب. المهم اللي عرفنا ان الاب ديالي توفى. صافي توفى بحادث سير. انا داك الوقت كنت صغيره، كانوا غير كيعاودوا ليا وكيقولوا ليا كيفاش هكيفاش. ايوا غير مات الاب ديالي غادي ينوضوا العائله ديال الاب ديالي غادي يجريو على امي. قالوا ليها سيري بحالك عند باك. مشات امي عند الاب ديالي كملت العده ديالها، جا خطبها ولد عمها اللي جيت نعاود لكم عليه اليوم. هاد راجل امي دوز عليا القطراني البنات، فاش جا خطب امي ما بغاتش تزوج به، وجا جدي وخوالي قالوا ليها خصك تزوجي، انت ما غاديش تبقي علينا على هنا انت وبنتك، سيري راه قابله عليك انت وبنتك، سيري تزوجي وديري دارك. تزوجت بولد عمها اللي كان اصلا في الاصل ديالو مزوج. فاش تزوج بامي نضلوا المشاكل مع المراه الاولى وتطلقت منه، وكانت هي اللي تطلقت وهي اللي طلبت الطلاق حيت ما بغاتوش يتزوج عليها، ولكن قال ليها دبري مخك انا غادي نتزوج بنت عمي حيت كنبغيها. امي كانت كتقول لهم انا واخا يبقى غير هدف الدنيا ما غاديش ناخذو، ولكن فاش بزوا عليها خوتها والوالد ما لقات ما دير، تزوجت بيه وكان مكرفس عليها ديال بصح. في الاول كان كيبين ليها الحب ديالو، كان كيقول ليها انا كنت باغيك شحال هادي وانت رفضتيني علاش، ولكن امي ما عمرها ما بغاتو. قالت لي انا لا تزوجت بيك، راه تزوجت بيك غير بز مني، ماشي تزوجت بيك حيت كنبغيك. ما تقبلاتوش في حياتها نهائيا، داكشي علاش هو ما كانش كيتقبلها وما تقبلنيش حتى انايا. انا ملي بديت كنعقل على راسي وهو مكرفس عليا، كان دائما كيضربني. امي مسكينه ما تقدرش تهضر حيت الا هضرت غادي تجيبها في عظامها، كان مكرفس عليها ديال بصح. خوتها والوالدين ديالها ما كان حتى شي واحد كيدافع عليها، من غير جداتي مسكينه ولكن ما لقات ليها حتى قدره. كانت امي كتديني عند جداتي كنجلس معاهم زعما غير باش نتهربني من داك الصداع، ولكن صراحه حتى خوالي كانوا كيتعداو عليا وكيضربوني. امي مسكينه فاش كانت كتشوفني هكا كنتضرب قدامها ما كانتش كتبغي، كانت كتقول لها بنتي جلسي معايا اللهم راكي قدام عيني. كانت كدافع عليا قدام راجلها وكتقول لي ما تضربش بنتي هذه راه غيتيمه. كان كيقول ليها انا هو اليتيم وما هي ما يتيمه ما والو، شنو خاصه هي واكله شاربه، ما مدخلوني للمدرسه كايها الناس. ولكن راجل امي ما خلانيش نقرا، يلا وصلت للثالث هو يخرجني. كانت امي حامله داك الوقت وكان جات الحموليه صعيبه، خرجني قال لي باش تجيب لي امك. امي مسكينه كاع ما بغاتنيش نخرج من المدرسه، ولكن هو كان غالبها ما كانتش كتقدر تهضر معاه نهائيا، يعني راسها ما كانتش كتقدر تهزو قدامه حيت كان صعيب معاها. كان كيضربها وكيعطيها غير بين كتافها، كان مكرفس فيها عليها. كانت كتسيس معاه زعما غير باش ما يضربنيش انا، كتقول له انا ما تضربليش بنتي، ضربني انا دير فيها اللي بغيت، بنتي ما تضربهاش ليا. يوم اللي بديت كنعقل على راجل امي هو محني، كان كيعنفني بزاف لدرجه الماكله في كلشي ما كنتش كنشبعها معاه، لدرجه الضغمه كنطلعها لفمي هو حاضيني، كان كيتعامل مع ولادو معامله زوينه، اما انا كندير ليا بحال الجرتيله، ما كانش نهائيا كيحن فيا. حتى الوقيته اللي جا واحد خالي ما كانش كيولد، جا عند امي قال لي عطيني بنتك. قالت ليه كيفاش عطيني بنتك، انا بنتي كنت كنعطيها لكم شحال هذه كنتو كتضربوها وكتكرفسوا عليها.
قال لها انا اختي ما تساليني قد في خبز، انا داك الوقيته ما كنتش مزوج، ودابا انا تزوج ما جابليش الله الولاد، والمشكل مني انا ماشي من المراه، ودابا انا بغيت غير بنتك تجلس تونسنا في الدار وصافي وتعمر علينا. امي في الاول ما بغاتش تعطيني، ولكن في الاخر غادي يقنعها. فرحت بزاف باش غادي يمشي عند خالي ومراته، حيت داك خالي الصراحه انا ما عمرني ما سمعت منه العيب، كانوا كيضربوني نسا خوالي الاخرين. هذا مسكين كان بعيد علينا، اصلا ما كانش ساكن معاهم، كان عزري، فاش كان كيجي كيجيب لي مع الشوكولات الحلوه كيتهلا فيا. غير هو كان ما عندوش مع العائله ديالو، ما كانش كيتجمع معاهم، ما كانش كيجلس معاهم. المهم انا ما سمعت منه حتى شي حاجه ديال العيب، فرحت وقلت لماما خليني نمشي مع خالي. في الاول كيف ما قلت لكم ما بغاتش، ولكن في الاخر قنعها خالي، ولكن ملي جا راجلها ما بغاش. قال لي لا انا ما غاديش نعطيك البنت ولد عمي، خلي البنت مع امها، من الاحسن هي كتعاونها وهزه معها. قال لي يا ودي هاد البنت انا اللي غادي نتكفل بها. قال لي شحال هذه فين كنتي ملي كانت عندها 3 سنين و4 سنين؟ انا اللي تكفلت بها، علاش ما تكفلتيش بها من اللي كانت كترضع الحليب كدير لي كوش؟ المهم دخل هو خليف جدالات ونقاشات، قام مني منك مني منك. في الاخر قال لي انا البنت غادي نديها وانت ماشي سوقك. المهم لدرجه انهم بغاو يتشادوا، ولكن في الاخر خالي غادي يديني. داني جلست معاه سيمانه، جات هجم علينا راجل امي، قال لي عطيني البنت. قال لي لا ما غاديش نعطيك. قال لي رد لي البنت. قال لي ما غاديش نردها لك، البنت غتمشي معايا. ديك الوقيته كان خالي في دار والديه، وكانوا جاو غير ضيف وغادي يمشي هو ومرتو، حيت هما ما كانوش ساكنين في نفس المدينه اللي كانوا ساكنين فيها خوالي والعائله ديالو. ايوا هي ديك فاش جا راجل امي عرفتو كان غادي يرتكب فيه جريمه، لدرجه ان جبد عليه المضه وقال لي غير تعطيني البنت ولا ما غادي يعجبك حال. ناضت بيناتهم واحد المخاصمه كبيره، لدرجه انه دخل فيها المخزن، ولكن من بعد غادي يرجع مع امي. صافي مرتو قالت لها ودي ما عندي ما ندير بالبنت اللي فيها المشاكل، خليها لامها، خليهم يبخروا بها، نمشي انايا نتبنى شي بنيه وما عندي ما ندير بهاد المشاكل كاملين. رجع خالي مشى بحالته، ولكن بقات في ديك الحرقه. دوزت عامين اخرى مع راجل امي في التكرفيس والحكره، لدرجه انه ما كانش كيحترمني نهائيا. النهار اللي غادي توفى واحد خالي، هاد خالي كان تكرفاس عليا وراني سامحه له ماشي مشكل، كان مسكين قصو السرطان في واحد الرجل وما كان كيدي ما كان كيجيب فيها، كان كيدير لها غير دواء العرب، حتى داك المرض مشى له سرى له في الجسم ديالو كامل وغادي توفى. غادي يجي هاد خالي وغادي يلقاني عايشه العذاب، لقاني مضروبه في راسي واحد الضربه دايرين ليا خمسه ديال الغرازي في الجبهه ديالي. ملي بدا كيسول مال هاد البنت من هاد البنت، قالوا لي بلي ولد عمك فلان راجل ما راه ضربها، ها كيفاش ها كيفاش؟ وانا صافي غادي يوقفلو بحال حسكه في الحنجره. قال لي هاد البنت راه والله ما تفرح بها، غادي نديها بغيتي ولا كرهتي. هاد خالي هذا بغى يقيد به، قال ليه البنت مضروبه وانت اللي ضربتيها، وكاين الشهود اللي غادي يشهدوا ضدك وغادي تدخل الحبس فين تتربى. كيفاش عطاك خاطرك تضرب بنت مسكينه باقا صغيره؟ كنت ديك الوقيته عندي تقريبا شي 10 سنين وطالعه في 11 سنه. جا خالي قال لي شوف بنتي، اختاري ما بيني وبين ماماك وراجل امك. شنو شنو تختاري؟ قلت لي نختارك انت خالي مشي معاك. امي مسكينه واخا كانت حنينه فيا، ولكن كانت كتخاف من راجلها. نقدروا نقولوا الا كان كيضربني ما كتفرقش عليا، حيت الا بقات تهضر غادي يشركني معها، وهي كانت كتموت منه بالخلعه. صافي تما راجل امي ما لقى ما يقول، سكت وجاب الطم، حيت عارف راسو كان ضربني، وديك الضربه هي اللي بانت لخالي، اما ما خافية كان اعظم. كنلقاو اللحم ديالي كلها مضروبه. فاش مشيت معاهم كانت عطاتني مرت خالي ندوش، قالت لي دوشي وبدلي حوايجك. وفاش شافتني مضروبه في اللحمي قالتها لخالي، قالت ليه البنت كلها مضروبه، كانوا فيا ضرابي قدامين لدرجه كان كيضربني بواحد القط ديال المشجله، كانوا كيشعلوا به المشجله، راكم عارفين ديك البريزات شحال هادي، وكان كيضربني بالراس ديال البريز حتى كان كيبقى لي طراس ديالو. ملي بدا كيسولني خالي منين هاد الضرب، قلت ليها شنو ها شنو، راه راجل امي كان كيضربني وها باش كان كيضربني. تروحت النهار سخن الموت حتى سخنو، وبدا كيضرب بدا كيدير يتكو ليا في رجليا من التحت، كان كيشد واحد الكوط وكيحملني به حتى كيبقى الدم ديال من رجليا كيزرزر، ومن بعد كان كيشد الموت حتى كيسخنو كيحطو ليا في القاع عند رجلي، لدرجه ما كنتش كنقدر كاع نتمشى بيهم. صافي ملي سكنت مع خالي بداو كيشوفوا فيا داك الامارات، لدرجه ان خالي سافر على قبلو حتى تما حتى للمدينه اللي ساكنه فيها ماما، وشدو تخاصم معاه ضربو هو وياه حتى داك الوقيته وصلوا حتى للمخزن. نض خالي غادي يدعي راجل امي، بقى هو وياه طلع هبط في المحاكم حتى تحكم راجل امي تقريبا شي 6 شهور ديال الحبس، ولكن ما دوزاش حيت كانت تزلو خالي، وامي هي اللي خلاتو يتنتازل حيت داك الوقيته كانت حامله بخويا الصغير. المهم بقيت انا مع خالي، ولكن تدوز عليا راجل امي القطران، بقيت معاه صراحه كنت عزيزه عليه لا هو لا مرتو، وكنت كندير اي حاجه بلا ما يقولوها ليا، كنت معاونه وهزه معاه المشاكل ديال الحياه وهزه معاه المشاكل ديال الدار، كنت انا هي السند ديالها، وخا مسكينه كانت كبيره عليا
كنت انا في العمر ديال بناتها، ولكن كنت هزه معها وهي اللي كنت كتقول لي هذه الهضره. كتقول لي انت هي السند ديالي في هذه الحياه، وانت اللي هزه معايا الهم. كانت مسكينه كتجلس وكتبقى هاد الشكل من العائله ديالها حتى هي شنو دوزوا عليها، وكيفاش حتى تلاقات مع خالي وبغاها وبغاتو، وكيفاش تقبلها في حياته واخا ما كتولدش، وكيفاش وكيفاش وكيفاش. هاد مرات خالي كانت سبب في انني انا توعى في هاد الدنيا. كانت كتعطيني قصص عشتهم هي، كنت كنقول باز داكشي اللي داز عليا يعني ما يجيش في الربع داكشي اللي داز عليها هي باها، وكان كيتكرفص عليها. كانت كتعاود ليا كيفاش كان با كيشدها وكيتكرفص عليها، وشحال من مره باها تعدى عليها. المهم كانت دائما كتوصيني كتقول لي ما تثيقيش ما تثيقيش، ديما باك هو الاخر ما تثيقيش فيه. كنقول لها با مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، ولا كان با غادي يكون بحال باك الحمد لله رب اللي مات وما شفتوش وما تعرفتش عليه. بقيت مع خالي تقريبا شي 10 سنين حتى درت في العمر ديالي 21 سنه، وهنا بداو كيجوني الخطاب. مع العلم كان عيا فيا خالي باش نكمل قرايتي، قال لي رجعك القرايه وندير لك استعطاف ورجعي تقراي، ولكن انا ما بغيتش. قلت لي صافي خالي ما كتبليش الله نقرا، قال داك الشيء الله يجعل البركه الله يخلف. مع مرات تبارك الله كانت قاريه وكانت هي خدامه، كانت كتوريني بزاف ديال الحوايج. واخا قريت داك الشويه اللي كتب الله تعلمت نقرا ونكتب، ولكن مراتو علمتني بزاف ديال الحوايج. كانوا كيخطبوني بزاف ديال الناس وما كنتش باغا نتزوج، كنت كنقول بلاتي ليا باقا صغيره. مرات خالي كانت كتقول لي النهار اللي غادي تزوجي غادي تخليها عليا خاويه، كي غادي ندير انا نصبر بلا بيك. كنت انا الاخت ديالها وبنتها وصاحبتها وكلشي دايره فيا، مع العائله ديالها ما كان عندها بهم حتى شي صله، حتى خالي العائله ديالو ما كانتش عنده بهم شي علاقه، ما عندوش معاهم من اساسه. كانوا دائما كيقولوا له علاش ديتي بنت فلان تربيها كون خليتيها مع امها، كيقول لهم ماشي شغلكم. قال لهم كون كانت لقاتكم رجال في كتافها ما غاديش تكرفص. فاش جاب لهم التصاور ديالي وديك التكرفصه اللي كنت مكرفصني راجل امي في الجسد ديالي وداك الحروق اللي كنت كنتعرض ليهم، بقاو مصدومين. قالوا ما يمكنش هادشي غير كذب امها اللي كانت كتعذبها وامها اللي كانت كدير ليها، هما اختهم وما حنوش فيها، غادي يحنوا فيا انايا. المهم بقيت مع هاد خالي واكله شاربه، ما نقول لكمش كنت عايشه واحد الحياه مثاليه 100%. كيكونوا نقاشات مع مرت خالي مره مره، ولكن كيف ما كان الحال كنت كنعتبرها اختي وامي، كنت كنتجاوز عليها ماشي مشكل. حتى هي مسكينه كانت عندها واحد العقده نفسيه، كنت كتقول لي سبحان الله العظيم واخا انا معصبه وتا انا بعض المره كنجرحك بالهضره كتصبري معايا. نقول لها ماشي مشكل، حيت انا كنت عارفه داكشي اللي داز عليها ماشي سهل. المهم فاش درت 21 عام في عمري غادي نتعرف على واحد الشاب، هاد الشاب كيجينا من العائله ديالنا، كيجي من العائله ديال الاب ديالي. جداتي الام ديال الاب ديالي كانت توفات، وكان ضروري نمشي نحضر العزو ديالها، واخا حتى هما الصراحه نكروني وما عمرهم فكروني حتى بنسيت روح حليب. ملي سقت ليها الخبر ماتت مشيت نعزيها، مع العلم كنت كنعرفهم مره مره. فاش كان خالي كيمشي للمدينه عند العائله ديالو ولا شي حاجه كنت كنمشي عندها وكنسلم عليها، ولكن ديك الوقيته كنت غبرت عليهم تقريبا شي 6 سنين ما شتها. ايوا حتى قالوا لينا بلي راه جدتي ماتت، قلت انا نمشي نعزيهم ماشي مشكل. مشيت عزيتهم لقيت الناس مخلطين، راكم عارفين شكون هادي بنت من هادي بنت فلان الله يرحمه، شكون هادي بنت من هادي بنت فلان الله يرحمه. المهم الهضره راكم عارفين شي كينغز شي، واخا الموت والعزوب بنادم كيسول. انا غادي تير الانتباه ديالي واحد الدري كان كيبكي ما عرفتش شكون هو. ملي بديت كنسول عرفته بلي هو ولد عمي، وياه البنات هو ولد عمي وانا ما عارفاش. انا عندي عمامي عندي عماماتي عندي العائله، بابا عنده العائله ديالو كبيره وما كنت كنعرف حتى واحد فيهم. انا ما كنتش كنبكي صراحه، ما مولفاش بها وما عشتش معاها وما حنوش فيا، كنت حاقده مشيت ندير غير الواجب وصافي. ملي شفتو بحال كيبكي اثر فيا، وتا انا بحال حسيت بالحقره وحسيت بالدموع. قلت شوف انا ما كنبكيش على جده، كنت كنبكي علاش انايا هذاك ولد عمي وهادو كاملين عائلتي وما عارفينيش وما عارف ما عارفاهمش. كنقول علاش زعما تحرمت من العائله ديال بابا، كان عليهم هما اللي يهزوني. كنت كنقول للحميله خناس كيهزهم مايليه، كنت كنبكي. جات عندي عمتي قالت لي وصافي بنتي ما تبكيش وهادي وهادي، وبدات كتعاود ليا شي حوايج اللي انا اصلا ما عندي عليهم اصلا حتى شي درايه. قلت لها انت دابا شكون اللي جايه تعاودي لي قصه حياتك وجايه كتصبري، شكون انت؟ قالت لي ما عرفتينيش انا عمتك. قلت لها بالعمى واش عرفتك؟ قلت لها متاكده انت عمتي؟ قالت لي اه بنتي انا عمتك. قلت ليها بنتي ضحكت. ودابا المشكل الناس كلهم كيسمعوا في الهضره ديالي. قلت لها دابا عاد وليت بنت خوك وانت عمتي. قلت لها النهار اللي خلاني خوكم عندي 3 سنين في عمري ولا ما كاملاش فين كنتو؟ ياك حتى شي واحد فيكم ما بغى يهزني، حتى شي واحد فيكم ما بغى يتكفل بيا. نهار توفى بابا جريت على الام ديالي وقلت ليها سيري بحالك.
علاش؟ علاش انا ما حسبتونيش منكم؟ علاش دابا عاد وليت كنبان ليكم؟ المهم بديت كنبكي وليد وكنقول لهم هاد الهضره، كنقول لهم ما سامح لكمش لا الدنيا ولا الاخره، ما عمركم تفكرتوني بشي حاجه، ما عمركم قلتوا راه عندنا واحد السيد مات وعنده بنته خلاها يتيمه. بقيت كنبكي وكنهضر. جا داك الدري اللي قلت لكم تا الانتباه ديالي، كان تقريبا عنده شي 29 عام في ديك الوقت، جا فاش لقاني كنهضر وكنبكي بديك الطريقه ويقول لي اختي بارك الله يعطيك السر، راه اللي فينا كافينا، راه ماشي وقت لهاد الهضره هادي. قلت لي انت يا عشتي اللي عشتو انا، قلت لي علاش دابا انت كنتي كتبكي؟ قال لي راه هذيك جده بطبيعه الحال خصني نبكي عليها. قلت لي علاش تبكي عليها؟ قال لي راه جده راه هي ربات فيا النص. ضحكت قلت لي واش شتي انت كتبكي عليها حيت عزيزه عليك وربات فيك النص، وانا نهار مات بابا جراو على امي، جراو عليها بدون رحمه بدون شفقه. قلت لي عقل انت على هادشي ولا كنتي صغير؟ قلت لي ما تهضر على شي حوايج انت ما عارفهمش. بديت نهضر كاع داكشي اللي كنت عارفه عليهم، حطيتهم فوق الطبله. كلشي بقى كيسكت فيا، كلشي بقى مستغرب، كلشي داك العزاب بقاو مستعجبين، قالوا سبحان الله العظيم هاد البنت مسكينه باينه ظلمت في حياتها. زيت راسي وخرجت من عندهم وانا طافيه الضو. شويه هو جا داك الدري صراحه بغى يواسيني، قال لي شوفي اختي حنا كيف ما كان الحال حنا عائله، وانا راه ولد عمك، وانت دابا خصك الوقت باش تعرفي على العائله، وراه ماشي هما اللي حرموك، راه امك اللي حرماتك من العائله. قلت ليه لا هادشي ما كاينش، وسول شي حد هنا متقي الله وكيخاف الله وكلهم يقولوا لك الحقيقه، راهما اللي جراو على امي وهكيفاش هكيفاش هكيفاش. المهم مشيت وخليته هكاك. هاد الدري هذا بقى كيبحث في داك الموضوع وعرف الحقيقه كامله، وعرف بالصح ان جداتي والعائله كاملين جراو على امي نهار توفى الوالد، جراو عليها حيت هما اصلا في البدايه ما كانوش باغيين يتزوج بها، ونهار توفى قالوا ليها انت دخلتي علينا بالويل ودخلتي علينا بالشر ودخلتي علينا بالنحس ديالك، داكشي علاش ولدنا مات. صافي بحال بقاو كيقولوا الام ديالي، هو بدا كيبحث ولا كيسول عليا، جا كيسول عليا العائله ديال امي ولكن ما لقانيش، وعرف انني انا مع خالي كنكون. يا ديك بدا كيبحث حتى قدر يوصل ليا. واحد النهار تا كنسمعوا الدقان في الباب، كان جا هو والام ديالو اللي هي مرات عمي. المهم جاو كيدقوا علينا، انا فاش شفتو تخلعت، قلت انا هذا كيفاش حتى لقاني، مع العلم انا كنت بعيده عليهم كل البعد، انا اللي كنت حليت ليهم الباب، عرفت هو. اما الام ديالو ما حصلليش الشرف داك النهار باش نتعرف عليها، مع العلم انني كنت كنعرف شي حاجه قليله في العائله، مره فاش كنت كنمشي نشوف جده. هاد الناس هادو اللي هو ولد عمي وامو ما كنتش كنعرفهم بصفه نهائيه. المهم انا كيف ما حليت الباب لقيتو هو تفاجئ، قلت ليه انت شنو كدير هنا؟ قال لي وبعدا غير سلمي، واش امك ما علماتكش وما رباتكش تسلمي بعدا وترحبي بالناس؟ قلت ليه حدك تما، ما تجاوش معايا الحدود ديالك، شنو بغيتي؟ قال لي جيت كنقلب عليك، راه قلت لك داك النهار راه حنا عائله، ولا كانوا داروا الناس الكبار اغلط حنا ما نديروش غلط بحالهم. بقيت كنشوف، جات مرات خالي قالت لي شكون؟ قلت ليها اجي تشوفي شكون. المهم انا كنت عاودت ليها داكشي كامل اللي عاودت ليكم، قلت لها شنو وقع لي في موت جده، شنو قالت لي ما ديرش بالك وصبراتني الى اخره. صافي ملي شافتهم هما دخلتهم قالت لهم مرحبا بكم دخلوا. قلت لها انا ما تدخليهم شنو غندير بهم؟ قالت لي صافي خلينا ندخلهم نشوفوا شنو كاين. المهم فاش هضر معايا ولد عمي قال لي شوفي بنت عمي، حنا الشباب ديال اليوم ماشي هما الناس ديال شحال هادي، التفكير ديالهم في شي شكل، وربما غير سوء تفاهم وقع وصافي. دابا اللي عطى الله عطاه، ها جداتك توفات ولا سمحتي ليها راه غادي يكون احسن، لان راه مسكينه تعذبت قبل ما تموت، ما كاينش تعذب بعد الممات ديالها، سمحي ليها وفري ليها وهادي وهادي وربي كيسمح، وحنا شحال كنذنبوا هادي. قلت لي حنا حاشا ولله باش نحطوا راسنا مقارنه مع سيد ربي، حنا ماشي انا ماشي الله استغفر الله، انا راه غير عبده ضعيفه، وتا انا داز عليا. بقات مرات خالي كتسكتني، قلت لي الله يرضي عليك صافي نسيع عليك هاد الهم، صافي العائله ديالك تقبليهم ويتقبلوك كيف ما كان الحال، راك تانتيا ما شيطت على شي واحد، وصله الرحم واجبه، ودابا مادام جا عندك السيد تلطا صافي الله ينعس الشيطان. وهنا غادي تبدا العلاقه ديالي مع ولد عمي اللي كانت علاقه عاديه، وحاول انه يصالحني مع العائله كامله، ودخلني غير بالفن للعائله ديال بابا. صافي وليت كنتصالح كل مره مع واحد، ولكن فاش سقت الام ديالي الخبر ما عجبهاش الحال نهائيا. من بعد كنت كنتواصل معاه غير في البيسي، مرت خالي وخالي كانوا خدامين كيف ما قلت لكم، كان عندهم بيسي بيرو، وكنت انا دايره واحد الفيسبوك، كان هو كيتواصل معايا من خلال داك الفيسبوك هذاك،
كان هو اللي طلب لي الفيسبوك. قلت ليه انا ما عنديش فيسبوك. قال لي انا ندير لك فيسبوك. فعلا دار لي فيسبوك، دخلت في ديك البيسي وليت كنتواصل معاه مره ملي ما كيكونش خالي ولا مراتو جالسين على البيسي، كنت كنجلس انايا كنتواصل معاه، كنا كنهضروا في حدود وصافي. كان صراحه كيعبر لي على مدى الاعجاب ديالو بيا وبشخصيتي وكيفاش حتى انا واجهت العائله كاملين داك الهضره. المهم كانت ما بيناتنا شي هضره عاديه وصافي. مي غادي تثق الخبر بلي انا صافي وليت كنمشي عند العائله ديالها، العائله ديال بابا عفوا، ما عجبهاش الحال بغات نخرج الدم. جات عندي تلضر عند خالي، قلت لي قدر شانك تمشي عند ديك المسخين، وراهم داروا لي داروا وفعلوا لي وتركوا لي. وهذا هي داك الساعه ما كانش عندها الخبر انني كنتواصل مع ولد عمي هذا بالضبط. نهار اللي غادي تثق لي الخبر غادي دير لي الويل. المهم هي هذيك قلت ليها شوفي يا ماما كيف ما كان الحال هذوك كيبقاو العائله ديال بابا، واش بغيتيني نبقى انا بلا عائله؟ راه انت كيف ما كان الحال راكي تنتي رجعتي عند عائلتك وقبلتي بخوتك وقبلوا بك خوتك. المهم واخا وقعوا بيناتكم مشاكل راكي بقيتي في وسط العائله ديالك وانت درتي حياتك. انا راه النص ربيتو مع خالي، بغيتيني نبقى انا بلا عائله وانا عندي عائله؟ بغيتيني نبقى انا يتيمه وانا بعائلتي؟ المهم توجهت مع امي قالت لي ما تصرفيش معاهم، صافي تعرفتي عليهم عرفوك الله يجعل البركه الله يخلف. هنا الناس غادي يجي يخطبني واحد السيد، هذا السيد كيعرف خالي صاحبو الروح بالروحي، هو كان كبير شويه. هضر مع خالي قال لي انا بغيت بنت اختك الا بغيتو تعطيوني على سنه الله ورسوله. خالي كان عزيز عليه داك السيد، جا عندي قال لي يا بنتي شنو قلتي؟ راه فلان الفلاني راه طلبني منك، طلبك مني وقال لي عطيني بنت اختك فلانه. دابا بنتي الا بغيتي تزوجي انا ما غنزيدك غير الخير والاحسان، ولكن ما تقوليش راه خالي قنط فيا ولا شي حاجه، راكي جالسه معايا معززه مكرمه ما يخصك حتى شي خير. قلت له خالي انا ما كنفكرش في الزواج دابا، نهار اللي نفكر في الزواج غادي نقولها لك. قال له السيد راه كبير في الله شويه وشويه يتسناك حتى تفكري انت دابا يموت نهش بغيتي تزوجي. نقول له يزيد يعني مرحبا به، ما بغيتيش بنتي قوليها لي دابا نجمعو نطوي معاه. قلت لي صافي واخا عطيني واحد المهله نفكر. انا ديك الوقيته ولد عمي ما كان عندي به حتى شي علاقه، كان كيعجبني وكان كتعجبني الشخصيه ديالو بزاف، ولكن ما عمر زعما قال لي شي حاجه وانا ما عمر ما قلت ليه شي حاجه، يعني التعامل عادي انا وياه. ايوا هي هذيك واحد النهار قلت لي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ضروري. قال لي واخا شنو كاين ياك لاباس؟ قلت ليه الهضره ما غاديش تصلح ليا في الميساجات، ضروري بغيت نتشوف معاك. قال لي وديرني خدام، مازال ليا 15 يوم باش نشد كونجي، واش تقدري تصبري عليا بين ما شديت كونجي ونجي عندك زعما نيشان نجلس واحد 5 ايام ولا 6 ايام على قبلك؟ قلت ليه واخا ماشي مشكل. هضرت مع خالي قلت ليه كل ديك السيد يعطيني 15 يوم بالتمام والكمال رد عليه. عيا فيا ولد عمي قولي لي شنو كاين، قولي لي الا كانت شي حاجه قوليها. قلت ليها ودي ما غاديش يصلح لي نقول لك في التليفون. من بعد فعلا ملي شد الكونجي ديالو اول وحده يجي عندها هي انايا، جات للدار عند خالي جا قال لهم بغيت نشوف بنت عمي ونطمئن عليها. خالي ما كانش كيعجبو ديك خطيبتي، شدني خالي قال لي شوفي يا بنتي ولد عمك انا ما نكذبش عليك ما مرتاحلوش. قلت ليه علاش؟ قال لي ما عندي ما يجي يدير عندي هنايا. صافي انت الا كنتي غادي تزوجي قري، الا تزوجي سيري ديري الدار ديالك، بغيتي ولد عمك ونشوف لك مع ولد عمك. قلت ليه شنو كتقول خالي؟ انا ولد عمي ما بيني وبينه حتى شي حاجه. قال لي المهم انا غير قلت لك وصافي. قلت له هاد الهضره ما عندكش تقولها لي يا خالي، انا كان غرضي في ولد عمي كنكون قلتها لك. المهم هي هذيك هو شاف بحال خالي عينيه محطوطين منه وهو يسولني. قال لي واش خالك ما كيبغينيش نجي عندكم؟ الا كان ما كيبغينيش نجي عندكم ما نجيش. قلت له نقول لك الحقيقه؟ قال لي واه. قلت له انا شنو كاين شنو كاين؟ راه شي واحد خطبني من عند خالي ودابا خالي قال لي خصك تردي عليا، وملي شافك جيتي حسب له ان بيني وبينك شي حاجه. قال لي عاودي شنو كتقولي؟ قلت له كيف ما سمحتي، وهذا هو الموضوع اللي كنت باغا ندوي معاك فيه. راه واحد صاحب خالي باغيني للزواج وباغيني للحلال، وكان خطب واحد السيده من العائله ديالو ما كملوش معها الله وصافي تفارقوا، راه باغيني انايا. قال لي هذا باغي ينسى العلاقه الفاشله ديالو مع وحده اخرى بك انتيا. انتي قال لي باغا تزوجي. قلت ليه انا ما عارفاش، انا انت كتشوف راني جالسه مع خالي سنين ومينين وما بغيش نتقل عليهم، ودابا راه عندي تقريبا 21 عام خصني مشيت انا نتزوج وندير انا دار. قال لي صافي بغيتي تزوجي الله يسهل عليك. نضرب على الباب وخرج. المهم السيد مشى طافي الضو، عرفتو لدرجه انه ما قاليش حتى بالسلامه. صافي داك النهار هذاك ضليت بحال ديك الحنش اللي مقطع له راسو. كان هو عنده تليفون انا داك الوقيته ما كانش عندي، حاولت انني نصوني عليه من الدار. المهم كنصوني عليه كيقطع عليا، كنصوني عليه كيقطع عليا. من بعد جاوبني قلت ليه عافاك بغيت غير نهضر معاك جوج كلمات، تلاقاني برا نتلاقاو في البلاصه الفلانيه. جاوبني قال لي واخا صافي.
انا غادي نتسناك تما. المهم مشى جلس تما تسناني حتى جيت عنده. قلت لي انا ما عرفتكش علاش درتي داك التصرف بحال هذاك، شنو كاين؟ قال لي شنو غادي نقول لك يا بنت عمي، انا ما غاديش نكذب عليك، انا باغيك ليا. قلت لي كيفاش؟ قال لي ما تزوجيش، انا باغيك وراه ما قدرتش نقولها لك، كنتسنى الوقت المناسب. قلت لي ولكن كيفاش؟ احنا زعما ولاد العم. قال لي راه ولاد العم حلال عليهم يتزوجوا مع بعضياتهم، وزيدون انا راه باغيك وبغيتك النهار الاول اللي شتك فيه. ودابا بنت عمي لجاتك على خاطرك زعما قبلتي عليا، انا راني باغيك وتا الوليده راها باغياك. انا بقيت غير كنشوف وكنتبسم بالضحك، قلت واش هذا كيضحك عليا ولا شنو؟ مع العلم راني في الداخل ديالي فرحت وطرت بالفرحه. ما نكذبش عليكم البنات ونقول لكم انا ما كنش عيني فيه، كان كيعجبني ولكن عمر كنت كنعتقد انه يطلبني للزواج. فعلا جاني من الاخر قال لي انا بغيتك. دابا انت اختاري، بغيتي السيد صاحب خالك الله يسهل عليك الله يكمل عليكم بالخير، بغيتيني انا ردي عليا باش ما كان، وفي العشيه غادي نتسنى الميساج ديالك. رديتي عليا داكشي اللي بغيت، ما رديتيش عليا ما عمر هذا الوجه تشوفيه. صافي البنات انا ما نكذبش عليكم، طرت من الداخل بالفرحه ولكن ما بغيت نبين له والو. مشيت عند مرت خالي بغيت نهضر معاها في هذا الموضوع وما قديتش. ديك الليله هذيك بيتها العقل ديالي مرون، والمشكل انا ديك الليله وقع لينا واحد المشكل في الضو، وضروري البيسي راه خصو يخدم بالضو بالويفي. المهم ما قدرتش انني نفتح البيسي باش نهضر معاه، داكشي اللي خلاه انه يشك انني رافضه. اي والله غد لي فاش قادينا الضو وصلحنا المشكل اللي كان عندنا، دخلت للفيسبوك بحال العاده، لقيت السيد مبلوكيني. مشيت كنصوني عليه لقيت مبلوكي حتى النمره ديال الفيكس. قلت كيفاش هذا بلوكاني من كل شيء؟ انا راه كان عندي ظرف، علاش زعما هو ما مقدرليش الظروف ديالي؟ المهم بقيت دايره بحال ديك الحنش اللي مقطع له راسو. مرات خالي غادي تلاحظ التغيير، شدتني هضرت معايا قالت لي فلانه مالك شتك ماشي هي هذه؟ قلت لها علاش؟ قالت لي وشوفي انتي علاش؟ انا راه سولتك كنشوفك متوتره ماشي هي هذيك، شنو واقع؟ جيت الصراحه قلت لها كاين اش كاين؟ ايوا قالت لي مزيان، انتي شنو بالك؟ قلت لها انا صراحه بغيتو ولكن ما عرفتش ما مرتاحاش. قلت لي من اي ناحيه؟ قلت لها ما عرفتش، انا عارفه امي ما غاديش يعجبها الحال، حيت هي دائما كانت كتوصيني كتقول لي خلي التعامل ديالك معاهم بعيد وما تدخليش معاهم في علاقه زعما اللي تكون علاقه هكا مزيانه ومتينه، خليهم بعادين عليك، داكشي اللي دوزوه عليها راه كافي، يعني ما كاين لاش يعذبوني حتى انا في حياتي. ايوا يا خواتاتي اش غادي نقول لكم؟ هذا ولد عمي صافي خدا داك الموقف مني، قال هذه ما جاوبتنيش اذا ما باغانيش. قالت لي مرت خالي شوفي الا ديتي ري سيري عندهم، منها تشوفي العائله منها تشوفي هو، حيت هو كان عنده كلشي، كان جايبه تقريبا شي 10 ايام. هزيت راسي مشيت عندهم، لقيتو تما. فاش شافني انا دخلت هو يلا مد لي يدو جا خارج. قلت ليه تسنى بغيت نهضر معاك. صافي ما لقى كيفاش يدير، دخلت سلمت عليهم جلست معاهم شويه وانا وياه نطلعوا للسطح. قلت ليه شنو التصرف اللي درتي؟ قال لي وانا راه قلت لك من هنا الليل ردي عليا، الا ما رديتيش عليا نعرفك بلي ما باغانيش. قلت ليه وانت ما تقدرليش الظروف ديالي، ما عرفتش تكون وقعت شي حاجه ولا هادي. قال لي وما عرفتش انا، المهم ما جاوبتينيش. قلت صافي. قلت لي انا راه كان وقع لنا مشكل في الضو، شنو تفهم؟ وقال لي وسمحي لي انايا كنت خايف انك ترفضيني. قلت له دابا شنو تاكدتي انني باغيه؟ قال لي مادام جيتي لهنا راكي باغيه هني. قلت ليه انا ماشي باغيك انت، انا باغا العائله. قال لي كيفاش ما باغيانيش انا باغا العائله؟ قلت لي انا حياتي كلها محرومه من العائله، وبغيت زعما نكون بيناتنا هكا شي علاقه زوجيه باش العائله ديالنا تجمع الشمل ديالها وتقوى العلاقه. قال لي اذا انت ما باغيانيش انا، باغا غير تجمعي الشمل. المهم بقيت انا كنضحك، انا جاتني بحال شي شكل انني نقول له باغاك. قال لي دابا جيني من الاخر، واش باغاني ولا لا؟ قلت لي باغاك. قال لي حتى انا كنحماق عليك وباغيك بالجد وباغيك بالزربه. قلت لي واخا يكون خير ان شاء الله. قال لي دابا خصك تهضري مع خالك ومراتو. قلت ليه خالي ومراتو ما غيكونش عندهم مشكل، حيت داكشي كيبقى الاختيار ديالي، المشكل غادي تلقاوه مع الام ديالي. المهم قال لي ان شاء الله ما يكون غير الخير، امك خليها على حسابي. قلت ليه مهم بيناتكم، انا ما غاديش نقدر اصلا نقولها لماما، انت راك عارف الام ديالي رافضه انني اصلا تونجاجا معكم في العائله. قال لي كوني هانيه لاله ما غادي يكون غير الخير. قلت ليه صافي ان شاء الله ملي غادي تقرر مرحبا بك. قال لي لاله انا مقرر من دابا، وانا دابا صبري عليا غير بين ما نعلم الوالدين ديالي ويكون خير. المشكله البنات انني ما لقيتش المشكل مع الام ديالي، حيت امي غادي نهضر معاها انا. قلت كاع شنو غادي يوقع؟ غادي نمشي عند امي وغادي نهضر معاها ونقول لها امي ها كاين ها كاين.
فين مشيت عند امي هضرت معاها قلت لها ماما راه شنو شنو ولد عمي راه باغيني نزوج وراه طلبني. في الاول ما عجبهاش الحال وقالت لك لا وكيفاش داكشي اللي دوزوه عليا ديك يكملوا عليك. قلت لها ماما ما تخافيش ربي بغى يجمعني مع هاد السيد راني باغاه وباغيني. مسكينه مجربه الحب ومجربه داكشي هذا كامل كلشي دايز عليها ما قدرت تقول لها والو. قالت لي بنتي انا حاجه اللي نقول لك تحملي المسؤوليه ديالك. قلت لها لا انا متحمله المسؤوليه ديالي وما رانيش صغيره راني كبيره بما يكفي باش نقرر في هذه المساله هذه. قالت لي الله يسهل عليك الله يعاونك سيري تزوجي بولد عمك ولا تزوجي بولد خالك دبري راسك صافي. رديت عليه قلت لها شنو كاين شنو كاين. قال لي مزيان من بعد غادي نلقاو المشكل مع من غادي نلقاو المشكل مع شيخي وييه عمي عمي اللي غادي نلقاو معاه مشكل الله يعطيه العمى. المهم هي هذيك فاش ساق الخبر ما عجبوش الحال انا صافي غير زرت العائله رجعت بحالاتي. فاش رجعت لقيت مرات خالي قالتها لخالي قالت لها ودي شنو كاين شنو كاين ما قالت لي انا غادي نهضر معاك وني هانيه. بقيت خالي بحال مبجم عليا هضر معايا قال لي دابا شنو بنت اختي شنو عولات ديري. قلت له ودي خالي انت راه دابا في خبر كلشي شنو بان لك. قال لي انا ما عندي ما نقول لك ولكن انا الا سعفتيني وديتي ريي خلي العائله ديال باك بعادين عليك. ها هو السيد بغى يديك والله يعمر ليه الدار وعنده كدا وهادي وغادي يتهلا فيك وغادي يكرمك هادو راه ما فيهم خير وراه امك دوزوها عليها. قلت لي لا خالي انا بغيت ولد عمي وزينا ما يدي غيرنا ما يخليه شافني بحال لا باغياه ما قدر يقول والو. قال لي تحملي مسؤوليتك انا ما عندي ما نقول لك انا الحاجه اللي تساليني هو غادي نخرجك من هاد الدار بحال مخرج بنتي صافي سالينا غادي يوقف معايا الوقفه ديال الصح فعلا خالي مسكين غادي يدير كل ما في جهده وغادي يرد على صاحبه وغادي يقول ليها ودي راه البنت باغا ولد عمها واش واشنو. بقى فيه الحال داك صاحبه ولكن تقبل الامر قال ليها انا ما غاديش زعما نفرض راسي عليها الله يسهل عليها. ولكن المشكل فين لقيناه غادي لقيناه غادي نلقاو المشكل في عمي. عمي قال ليه الا كنتي راجل وباك راجل بنت عمك ما تديهاش. قال ليه واش حنايا ما قلنا حتى باش تهنينا من امها ودازت سنوات كامله وغادي تجي هي غادي دير بحال الام ديالها. قال ليه والو ما غاديش تديها واخا تبقى غير هي في هاد الدنيا حتى هو شد مع باه الضد. قال لي انا غادي ناخذ هذيك وربي كبير ولا ما بغيتيش ناخذ هذيك راني غادي نهز راسي ما عمركم غادي تشوفوا هاد الكماره هادي. المهم بقى معاه باه هي معاه ما بغاش هادشي هو اللي عاودو ليا. جاني الصراحه وقال لي شوفي يا بنت عمي باش نكون واضح معاك من البدايه امي راه بغاتك بغات تكفر على الذنوب ديالها حيت الام ديالو كانت مدوزه على امي القطران وهادشي امي عاد عاودته لي مؤخرا ما كانتش كتبغي مسكينه تعاود كانت عاودت لي عليهم غير شويه. ولكن من بعد هاد لقات هذيك مرت خالي مرت عمي عفوا اللي هي عقوسي كانت قبيحه ولكن هي على الاقل كفرت على الخطا ديالها وكانت طلبت من امي السماحه. المهم هي هذيك انا عمي هو اللي ما بغانيش قال لهم والو غير هي اللي ما غاديش تديها غير هي اللي ما غاديش تدخل عليا وغير هي ما غاديش تديها. قال لي انا عاوتاني غادي نديه وربي كبير صافي. هاد عمي ما لقى ما يدير واحد النهار تلقاه جاي عندنا دق في الباب داك الدقه بحال كيدق عليك المخزن. حليت الباب لقيت عمي ها كنت كنعرفو صافي مي شتو عجبني الحال الصراحه قلت ربما راه جاي باش يخطبني لولدو ولا ولكن كان جاي غير بوحدو. هو فاش شتو عيني خارج منو من الشط قلت لي السلام عمي مرحبا بك جيت نبوس ليه يدو هو يخطف عليا. دخل جلس وهو مبجم بقى خالي ومرات خالي داك النهار تما في الدار. قال لهم الا جاتكم على خاطركم شدوا هاد البعلوكه عليا وعلى ولدي. وين تقالي قال لي هذاك الله فلان شنو هاد الهضره اللي كتقول انا راني في الكوزينه ما عندي خبر انا شت عمي جا صافي قلت انا راه جاي يهضر معاهم عليا. دخل زعما وجد ليه اتاي وهي تبعني مرات خالي قالت لي شوفي شوفي هاد الخانز ديال عمك شنو راه يقول. قلت ليها مالو قالت لي شنو قال شنو قال راه هذيك بعلوكه وانا نخرج ليها. قلت ليها عمي ماشي حشومه عليك علاش كتقول لي هاد الهضره هادي. قال لي شوفي غير تبعدي ليا على ولدي فيها وفي الخير ما تبعديش عليه غندير لك ونفعل لك ونترك لك والله الا خرجتك الطريفه معايا. جا خالي جرى عليه منطر قال لي هز قلعك وسير بحالك ما حسابك حنا بنتنا راس لاصقه في ولدكم ولدكم هو اللي لاصق فيها هو اللي كيجي من ليلين وكيجي حتى لعندها لهنا. هو ينطق قال لي اختك السحاره هي اللي كدير السحور باش تدي ليا ولدي وداكشي اللي ما وصلتش ليه هي باغا توصل ليه بنتها. المهم بقى بالهضره جرى عليه خالي من تما بلا عوين. جا خالي قال لي والله عليه لا دخلتي. قلت ليه انا في ضد هاد عمي غادي ناخذو واللي بغى يسرى يسرى. هو تحداهم كاملين وتا انا تحديتهم كاملين وغادي نتزوج بهاد ولد عمي بالهلا يشفق عليهم كاملين. صراحه دار لي عمي واحد المشكل في العرس كلشي الناس تفرجت علينا
ما خلى بالسبان والمعيار غير داكشي اللي ينسى. المهم سبني وعايرني بالشرف ديالي وعاير ليا امي وعاير كلشي، العائله ديالي كلها عايرهم صغرهم وكبيرهم. دار ليا واحد الشوها في العرس ما بحالها شوفه كاع شوها ما شو دار ليا شوها في العرس ما بحالها شوها، كاع الناس فرجت علينا وكاع الناس زوات فيا، ولكن ماشي مشكل. انا بعدا تزوجت ولد عمي اللي صدق ليا الله يعمرها سلعه، كان واحد الانسان ظريف تحدى والديه وتحدى العالم كامل على قبلي انايا، حيت موخا في الاول كانت باغياني مي شفت با ما باغينيش قلت له صافي ما عندك ما دير بها. المهم تزوجت انا بهذا ولد عمي، غادي نسكن معاه في المدينه اللي كان خدام فيها، كنت بعيده عليهم كل البعد ولكن الصاد ديالهم كان كيوصلني حتى الوقيته اللي غادي تموت مرت عمي. هاد مرت عمي مسكينه ماتت واحد الموت اش غادي نقول لكم، ما نتمناها حتى لشي وحده. كانت هي البنات دخل فيها واحد الطوبيس، كانت غير مقطعه الشانطي ويدوز فيها واحد الطوبيس خمجها، عرفتوا ما لقاو فيها ما يجمعوا. بقات فيا صراحه وطيحت مني النص، ما نبغي انا الصراحه ضرت لشي واحد. واخا امي كانت كتعاود لي عليها مؤخرا وكتقول لي راه كانت دير ليا وتفعل ليا، ولكن ربي خدا لامي حقها مسكينه منهم كاملين. صافي بقيت عايشه مع ولد عمي ولدت معاه الوليد الاول، العلاقه ديالي مازال معاهم خايبه، كاع خواتات والعائله كلهم رجعوا ضدي. قالك علاش لالا نتي دخلتي لحياتنا بالعاني باش تدي ولد عمك، هما اصلا ما كانوش باغيني وسط منهم، غير بحال بغاو يكفروا على الذنوب ديالهم اللي استقبلوني وسط منهم. اما هما في الاخر غادي نعرفهم حتى واحد ما كان باغيني. داك عمتي اللي جات كترغب فيا وتذوق فيا النهار ديال الموت براسها كرهتني وقالت عليا في وجهي، حيت كانت باغيه الدري هذا ولد خوها كانت باغيه البنتها، وجا اختارني انايا ما هزتهاش الارض وما رضاتش نهائيا. بقيت عايشه مع راجلي، ولدت معاه الولد ولدت معاه البنت. المهم دوزت معاه تقريبا شي 7 سنين بحال هكا، ما عندي معاهم حتى شي علاقه، من غير فاش ماتت عكوسي راه حضرت للعزو بحالي بحال عباد الله. ديك الساعه كنت كنتوحم بنتي. صافي بقيت عايشه مع راجلي، كنمشي عند خالي ومراتو، الحمد لله الامور ديالي غاديه مزيان. مطل ليا في راجلي مطل ليا في وليداتي، هو خدام على راسو والعائله ديالو كيمشي عندهم، اما انا قلت ليه انا خليني بعيده عليهم، ما كيبغيونيش كنمشي عندهم كيبقاو يحشوا فيا الهضره، خليهم عادين عليا. حتى الوقيته اللي غادي يمرض شيخي، وتا واحد ما قبلو لا مولادو ولا من بناتو من غير هاد ولدو هذا، حيت انا شفتو كيفاش كان مكرفص. هاد عمي هذا غادي يقيسو الزهايمر ديال بناتو، كان فاش كيخرج ما كيرجع ليهمش، وكان عافتو دير لهم واحد الشوهه في ديك البلاصه اللي كانوا ساكنين فيها، لدرجه فاش كان كيخرج كيزول حوايجو. صافي انا جابو لي قلت ليه جيبو ماشي مشكل، تشاور معايا بطبيعه الحال. قال لي حتى ما بغيتيش انا با ندير شي خيريه، ما نجيبولكش ولا نكريلو ولا نشوف لي قابلو. قلت ليه لا باك جيبو لي، راه في المرتبه ديال با، واخا هو ما اعتبرنيش في المرتبه ديال بنتو وجرى على امي ودار لي وفعل لي. المهم جابو لي في الاول، انا كنت كنتهلا فيه لوجه الله تعالى، ولكن من بعد السيد حسيت بيه بحال داك المرض هذاك راه ما فيه لا مرض لا والو غير كيمثل، لدرجه واحد النهار يا البنات شدني بغيت تعدى عليا، وفاش كنقولها للراجل كيقول لي با مريض ما تديش عليه. قلت ليه الا كان باك مريض شو كيفاش دير له، انا ما غاديش نبقى صابره له على بالو. داك الوقيته كنا خدينا الدار ديالنا، كان عندنا واحد البيت في السطح، قلت انا هاد السيد هذا والله ما يبقى معايا هنا. طلعت داك النهار لديك البيت خملتو قديتو، حتى كنلقى السيد طلع مورايا لتما شدني بغيت يتعدى عليا، وهاد كان ثالث مره باش كيبغي يتهجم عليا، وملي كندور فيه ولا كنهضر معاه كيدير براسو حمق، وانا يا البنات عارفه ما حمق ما والو غير كيدير براسو. صافي قلت ليها انا باك غادي نطلعو الفوق يجلس يعني يكون بعيد عليا، انا وياه ما كنتفقوش باك راه ما مريض ما والو، وسير عند الطبيب وشوف باك راه اللي مريض ما كيديرش هادي وهادي. كيقول لي يهديك الله راه با مريض وهادي ما ديريش عليه. طلعتو البنات لداك السطح جريت عليه لتما، ديت له المهم فراشو كلشي نقي كلشي قديت له، كنت كنطلع له الماكله كنحطها له في الباب كنسرت عليه الباب، ولكن من بعد يا البنات غادي نكتشف بلي ما مريض ما حتى شي حاجه. وقالها ليا في وجهي قال لي انا ما عذبتكش في حياتك ما تمنينيش عمك. والله يا البنات الا وليت كندير له واحد الدواء ديال النعاس في الماكله وكنسرت عليه. دابا ولده متيق بلي باه مريض، ولكن انا الوحيده اللي عارفه بلي هاد باه ما مريض ما والو، وانا كنقول ليه باك مريض راه حقك كيمشي كيطلع كيحيد حوايجو في الزنقه كيشوه هنا مع الناس مع راجلين النهار كامل كيبقى في الخدمه، مي كيمشي مع 8:30 ديال الصباح ما كيجي حتى ل 8:30 ديال العشيه، يعني راجع عنده 12 ساعه كلها خدام فيها، ما كيرجع حتى الليل، كيمشي الصباح كيرجع في الليل، يعني كيطلع عند باك يطلع عليه كيلقاه ناعس، كنقول له راه عطيتو الدو راه ناعس، وانا كندير له واحد الدو ديال النعاس كنزيد له في لادوز البنات، ولحد الان باقي معايا شيخي.
ولحد الان البنات كنستعملوا غير داك الدواء ونسورت عليه. كنقول ليه باك ما خصناش نحلو عليه، راه فاش كنحلو عليه راه كينوض كيزول حوايجو وكيتعدى على الجيران وكيدير. كيقول ليا ماشي مشكل، المهم غير تهلاي. من ناحيه ديال الماكله والشراب راني كنعطي غير من الباب وكنسورت عليه. من ناحيه ديال التبدال والطاليه والتدوش ولده هو اللي كيدوش له. واخا كيبغي يهضر مع ولده كيقول ليها ولدي انا ما مريتش علاش سادين ليا، كيقول ليها با انت راك عيان ودابا تبرا ونحلو عليك. لحد الان انا دابا كنسورت على شيخي وانا عارفه ما مريتش، هو براسو اعترف ليا وقال لي انا ما مريتش، وشحال ما بقيت غادي ننتقم منك وندير لك ونفعل لك. ودابا البنات انا ما عرفتش شنو غادي ندير. راجلي واخا كنقول ليه باك راه ما مريتش، راه غير كيتفلى علينا كيقول لي الله يهديك. واش با ما مريتش انت راكي مسورتي عليه كتقولي لي كيدير وكيفعل؟ ما عرفتش البنات دابا بعض المرات كيأنبني الضمير ديالي وكنقول علاش انا مسادة عليه في ذاك البيت، مع العلم انه ولدو بعض المرات كيخرجوا مثلا في الويكاند كيديه كيخرج معاه كيساريه كيبغي يوصل له الفكره ديال انه ما مريتش ولكن ما كيتيقش به. انا خايفه نعترف للراجل بالحقيقه ونقول ليه بلي انا كندير الباك الدوها شنو هالشو، راه ما كيدير والو ما كيديرش داكشي اللي كنقول لك عليه، ولكن خايفه ياخذ عليا شي موقف. كذلك خايفه نطلق له سراحه ويجي ينتقم مني يقتلني ولا يدير فيا شي فضيحه، حيت هاد عمي قبيح ومشرار بزاف. ما عرفتش البنات شنو غادي ندير. كنتمنى اختي امينه تنصحني وكنشكركم بزاف والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد السيده هذه اللي وقع لها مشكل مع العائله ديال الام ديالها، والله يرحم الاب ديالك ويوسع عليه. شنو غادي نقول لك اختي؟ انا والله ما عرفت شنو غادي نقول لك. ربما يكون مريض بصح، ربما يكون مريض، ما عرفتش والله ما عرفت، ما عرفت شنو غادي نقول لك اختي وشنو غادي ديري. يعني انت انا في نظري ما تبقاش تعطيه الدواء، عطيه غير الدواء ديالو اللي مخرج له الطبيب. واكيد الا كان مريض راه غادي يكون الطبيب عارف الحاله ديالو، داك الشيء راه باين واضح، راه مريض وراه واخا مريض راه باقي عاقل على شي حوايج. ما تقبلش الام ديالك في الاول ما غاديش تقبلك حتى هي، وما عرفتش العلم لله والله ما عرفت اختي شنو غادي نقول لك. مادام دابا انت عايشه مع ولد عمك مزيان ومهلي فيك وداك الشيء، حاولي تجوزي على عمك، وإلا ما بغيتيش كاع قول ليه باك ما يبقاش معايا. ما عرفتش والله ما عرفت البنات، زعما الصراحه حرت في النصيحه اللي غادي نعطي لهاد السيده، ما عرفتش، ما نقدرش انا نقول لك ظلميه ولا ديري له ولا فعلي له باش ما نكونش شركه معاك في هاد الشيء هذا. فالله يدير لك شي تاويل ديال الخير. نتمنى الاخوات الكريمات ينصحوك، راهم هما ما غاديش يبخلوا عليك، انا عارفاهم الكبيدات ديالي كيعاونوني في النصائح. الله يجازيكم بخير، كنشكركم جزيل الشكر الى ان القاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.